السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده على القناه. اطلاق الجيل ال11 ما يعتبرش اكتر شيء محمس السنه دي، صرف جامد على اللوحات والمعالجات من غير ما ياخد ميزات جوهريه في الاستخدام اليومي، وقرار غريب من انتل انها تساوي عدد الانويه في الاي 7 والاي 9 مع وجود فرق سعر كبير ما بينهم، يخليك تحتار مين المعدل الافضل في تجميعات الهاي اند. المراجعه دي تعتبر موجهه للكور اي 7 11700 كي وتكمله لعالم الجيل ال11 من انتل. في كلام كتير هقوله معتمد على ال11900 كي، فانصحك تشوف مراجعته الاول وترجع هنا، بس لو انت ملم قوي بالامور التقنيه يبقى كمل معايا على طول. نحط اساسيات الفيديو بسرعه. كالعاده كل الاختبارات هتشوفها النهارده على منصه زد 590 مع رامات 32 جيجا وكارت RTX 2080 Ti. هنلتزم طبعا بدقه 1080 بي لضغط المعالج قدر الامكان، وبنراقب السرعه والحراره والضربات مع كل اختبار ممكن. نبدا بنبذه سريعه عن المعالج نفسه. ال11700 كي هو الفرد الثاني في عيله الجيل ال11، برضه قائم على تصميم سايبرس كوف وفي كل الامكانيات زي اخوه الكبير، دعم PCIe 4، زياده خطوط الاتصال ل 20، رامات اسرع من غير كسر سرعه، معالج رسومي داخلي اقوى، وطبعا اهم ميزه على الاطلاق تشغيل EVX512. وعلى عكس العاده فعدد الانويه والمسارات هنا مساويين تماما بينه وبين الاي 9. الفرق الوحيد الجوهري بينهم هي السرعه. ال11700 كي مش بيدعم ثيرمال فيلوسيتي بوست، وبالتالي اقصى تربو هو 5 جيجا هرتز على النواه الواحده و4.6 على كل الانويه، بس مش مشكله لانه سعره ارخص كتير عند $400. كالعاده هنبدا الاختبار بايدا 64 ونعمل ستريس طويل، ومباشره يحصل زي ما انت متوقع، الكلوك بتقل من 4.6 ل 4.2 وبعد شويه بتنزل ل 4 جيجا هرتز كمان. ليه ده حصل؟ خلاص انت عارف، EVX512. على الناحيه الثانيه هنجرب الاي 7 10700 كي من الجيل اللي فات. البروسيسور ده رهيب بمعنى الكلمة، مهما تضغطوا على ايدا 64 بيفضل محافظ على التربو بتاعه كامل وما بينزلش عنه تماما الا في برنامج اتقل زي بلندر او برايم 95. ال 10700 كي من احسن المعالجات اللي بتحافظ على سرعتها حتى مع حدود الطاقة بتاعت انتل، لدرجة انه كان ساعات بيغلب ال 10900 كي في بعض السيناريوهات. ما علينا، انتوا دلوقتي فاهمين المعادلة اللي هنقابلها، فيلا بينا ندخل للبنش مارك مباشرة. هنحط الاي 7 11700 كي قصاد اخوه الاكبر ال 11900 كي، وكمان خلفته القديم ال 10700 كي. للاسف وقت المراجعه كان ضيق جدا فملحقتش اختبر الرايزن 7 5800 اكس، بس هيبقى في فيديو تاني مستقبلا للمقارنه. نرجع تاني للاختبار. بالفعل اداء النواه الواحده ما يتقالش عنه غير مذهل، بيغلب ال 10700 كي وال 10900 كي ويا دوب تحت ال 11900 كي بشويه، بس طبعا في تعدد المهام ما نقدرش نقول نفس الكلام. هو دايما محطوط في النص سابق ال 10700 كي بفرق صغير قوي، بس مش لدرجة انه يجيب ال 11900 كي. نتيجة متوقعة ومنطقية جدا، احنا بنتكلم دلوقتي عن عدد انوية ثابتة ومجرد بيحكمنا فرق المعمارية والسرعات. بس سيبنا من الاختبارات العادية ونروح للحاجات الغريبة. في مات لاب ال 11700 كي قدر يكسب ال 10900 كي، ونفس الكلام مع واي كرانشر وساندرا. هل حد عرف السبب لوحده؟ بالظبط كده، دعم EVX512. انا عارف خلاص انكم اكيد زهقتوا من الجملة دي، عايز حد يعدلي انا قلتها كم مره في اخر فيديوهين. المهم ان النتيجه لحد دلوقتي ممتازه، فقررت ادخل البايس بسرعه وادي كسر سرعه خفيف قوي لل 11700 كي، يا دوب نوصله ل 4.9 على كل الانويه. وهنا حصل المفاجاه، احنا رسميا غلبنا ال 11900 كي في اغلب برامج تعدد المهام اللي تتخيلها. ده معالج ثمنه $400، لو واحد بيفهم الف به كسر سرعه هيقدر يكسب بيه اعلى موديل في الجيل ال11. عند النقطه دي انا كنت مستعد اديله افضل ترشيح شراء في الجيل الجديد، لحد ما دخلت في الالعاب وبدات الانبهارات تختفي حبه حبه. مش لاقي تفسير بالظبط للي قدامي، بس ده 10700 كي بمعناه الحرفي. نفس ال 23 لعبه بتوعنا حصل فيهم 8 تعادلات و8 انتصارات لل 11700 كي و7 انتصارات لل 10700 كي. ارقام غريبه لانك مش قادر تلمس مدى تحسن الاي بي سي في المعماريه الجديده. كمان ملحوظه، لما ال 10700 كي بيكسب بيبقى فرق الفريمات معاه اكبر، حاجه زي كده بنلاحظها في ذا ويتشر 3 وريمبو 6 سيج. كل اختبار منهم انا عدته 3 مرات عشان اتاكد من الارقام، وفي الاخر بوصل لنفس النتيجه. في النهايه قلت اجرب حاجه مختلفه، انا هدخل البايس وهدي للاتنين نفس كسر السرعه ونشوف مين فيهم هيأدي احسن. وبالفعل النتيجه بدات تتقلب شويه، دلوقتي نفس ال 23 اختبار حصل 10 انتصارات لل 11700 كي و7 تعادلات وخمس انتصارات لل 10700 كي. طيب ايه الاستنتاج؟ هرجع واقول نفس الجمله تالت مره، منصه المينستريم ما عادتش مهيئه للمستخدم العادي. الجيل ال 11 من انتل بيحب كسر السرعه وبيفرق جدا في اداء النواه الواحده، ولو انت فاهم بتعمل ايه هتقدر تاخد اداء زياده ببلاش من غير ما تاثر على الحراره واستهلاك الطاقه. كسر ال 11700 كي يخليه يكسب ال 11900 كي
او على الاقل يساويه، وما تنساش انه ارخص بكتير عنه. كمان الاوفر كلوكينج هنا بيدي نتائج افضل شوية عن الجيل العاشر، بالتالي عند حدود سعر ال $400 انا افضل ال 11700 كي مع كسر سرعة، وعند سعر ال $500 هيفضل ترشيحي هو ال 10900 كي، الا لو يهمك مزايا الجيل الجديد. بالنسبة لاستهلاك الطاقة فللأسف المعادلة هنا بايظة شوية. لو سيبنا انتل هي اللي تتحكم بالمعالج وتحط حدود الطاقة، هتلاقي ال 10700 كي وال 11700 كي استهلاكهم واحد بعد اختبار ضغط طويل، بس طبعا هتخسر الكلوك جامد زي ما بينت في اول الحلقة مع ايدا 64. لو شلت حدود الطاقة من البايس هتلاقي ارقام لا عقلانية في ال 11700 كي، احنا بنتكلم عن 30% استهلاك طاقة زيادة، وبالتالي الحرارة كمان هتبقى اعلى حبتين، مش لدرجة انها تبقى حرارة خطيرة، بس في نفس الوقت ما انصحكش تسترخص اطلاقا في التبريد المستخدم. تعالوا نختم بالشريحة كالمعتاد. كل اختبارات النهاردة كانت على لوحة ستريكس زد 590E من اسوس. انا ما قعدتش مدة طويلة مع اللوحة، فمش هسمي الكلام الجاي مراجعة، بس هقولك اهم المزايا والعيوب اللي قابلتها. مبدئيا هتلاحظ نفس الترند بتاع الواي فاي 6E وكمية مراحل الطاقة اللي ملهاش آخر. اللوحة هنا فيها 18 فيز ومنهم 14 مخصصين للسي بي يو، ومن الغريب انها بتدي درجة حرارة افضل حتى من الزد 590 اورس اكستريم. يمكن السبب يرجع للهيت سينك الاطول في اللوحة الاسوس. عموما كاضافة كويسة هتلاقي مروحة صغيرة في العلبة ممكن تركبها فوق الفي ار ام عشان تزود تدفق الهواء، بس من رأيي ملهاش لازمة قوي الا لو انت بتشغل ريندر بالاسابيع الطويلة، فيما عدا ذلك الحرارة هادية جدا. عجبني ان اسوس حاطة هنا اربع مداخل ام دوت 2 عشان تركب تخزين زي ما تحب، بس ما انصحكش تستخدم المدخل التاني الا للضرورة القصوى لانه بيتشارك في الخطوط مع كارت الشاشة. واهم ميزة من وجهة نظري هي المسمار الجديد ده. انا واحد بركب اجهزة بقالي سنين طويلة، ومشكلتي الاكبر مع الام دوت 2 هو المسمار الصغير اللي بيضيع على طول. فكرة اسوس الجديدة هنا انك مش محتاج قواعد ومسامير منفصلة، لا هي قطعة واحدة وفيها كل حاجة، مجرد تركب الام دوت 2 وتلف الجزء البلاستيك فيقفل عليه. فكرة بسيطة بس بتنجز وقت جامد، بس في عيبين رخمين قوي قابلوني. اولا مكان الرامات هنا مش الستاندرد، لا تحسه قريب بزيادة لسوكت المعالج، بالتالي لو شريحة الرام بتاعتك تخينة شوية هتبدأ تحك في مضخة التبريد. النتيجة ان اخر شريحة ميموري بتدخل مايلة، زائد ان حرارتها بتبقى اعلى من كل اللي جنبها. كمان موضوع المساحة الضيقة حوالين سوكت المعالج مش هيسمح لك تعمل تنظيم اسلاك للتبريد السائل، هتضطر تعدي كل الكابلات من فوق الهيت سينك ويبقى منظرها سيء نوعا ما. العيب التاني زي ما اغلبكم توقع هو البايس، وهنا انا مش قصدي ان العيب من اسوس نفسها او غيرها من الشركات، في مشكلة غريبة مع المايكرو كود بتاع الجيل ال 11. الاوامر اللي بتتعمل في البايس مش دايما بتسمع مباشرة جوه الويندوز، وساعات اللوحة بتقفل وتفتح تقنيات انتل بشكل عشوائي. طبعا دي نقطة سهلة تتحل مع التحديثات، وغالبا على ما الفيديو ده ينزل هيبقى فيه تحديثات من كل الشركات مباشرة. بس كده انا قلت كل اللي عندي في اول فردين من عائلة الجيل ال 11. لسه مستقبلا هعمل حلقات مقارنة مفصلة ضد رايزن 5000، وممكن دليل كسر سرعة جديد لو انتوا حابين كده. اتأكد انك تعمل اشتراك في القناة عشان تشوف كل الفيديوهات دي لما تنزل، وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، وتابعنا على السوشيال ميديا من اللينكات في الديسكريبشن. اشوفكم باذن الله في حلقة جديدة. سلام.